السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وصحه وعافيه. ان شاء الله اليوم نستكمل الجزء الثاني من المحاضره الثالثه للور لمب اناتومي. الجزء الاول كملناه، اخذنا تقريبا 26 سلايد من المحاضره الثالثه، وان شاء الله اليوم نكمل وصولا ل 60 سلايد. عذرا اللي راح اطول هاي المحاضره، بس يعني الثاي كومبارتمنت يأخذ بثلاث محاضرات، وهو موجود بمحاضره واحده، يأخذ بمحاضرتين اقل شيء، وهو موجود بمحاضره واحده، فاحنا شويه وسعنا بيه حتى تقدرون تفتهمون ان شاء الله كله زين. اخذنا فد شيء اسمه فيمورال تراينجل، وقلنا هو عباره عن منخفض عضلي صاير بالثاي انتيريرلي، وعرفنا شنو الحدود مالته، العضلات اللي مسويته والارضيه مالته شنو العضلات، والسقف مالته قلنا هو الفيشيلات او السكن الفوقاها، وعرفنا شنو الستراكشرز المهمه اللي تمر بهذا المكان. زين، اكو فد شيء ثاني اسمه فيمورال، راح تسمعون هواي اشياء، فيمورال شيث. هسه احنا اخذنا اول شغله شنو فيمورال تراينجل، ساعدنا الفيمورال شيث، راح ناخذ الفيمورال كانال والفيمورال رينج، فهواي اشياء. فالفيمورال شيث هو شنو؟ شيث عباره عن اسطوانه، زين، غشائيه، متكونه من غشاء مثل يعني مثلا الباندج الملفوف هالشكل، مجوف من الداخل، اوكي؟ هذا هو الفيمورال شيث. وجوده وين؟ وجوده هاي الصوره ابنورمال، هاي الصوره النورمال، وعوليا هذا الابيض، هذا من هنا يبدا الفيمورال شيث، زين، وينتهي هنا المفروض هو يعني، زين، وبعدين تكمل الستراكشرز هاي وحدها. فالمهم الفيمورال شيث اللي هو هذا، يعني حتى نكون اوضح، بس طبعا هاي ابنورمالتي ما عليكم بيها، هاي هنا هو هذا من هنا، هاي البدايه مالته والنهايه مالته تصير تقريبا على يم السافينس اوبننج او بمنتصف السافينس اوبننج. هذا هو عباره عن شيث مثل الباندج، يعني شلون لازم لك الارتري والفين ومتيبهن، اوكي؟ من فوق اللي جوا خال عليهن تيب، متيبهن يعني لافهن بتيب، تمام؟ بهالمعنى. فهذا هو الفيمورال شيث. ليش بدنا ناخذه؟ لانه فد شيء مهم، تمر به ستراكشرات مهمه، وتصير به حالات مرضيه مهمه. تمام. فالفيمورال شيث از ا داونورد بروتروجن. من شنو متكون هو؟ من الفيشيال لايننج اوف ذا ابدومينال وول انتو ذا ثاي، يعني هو عباره عن تكمله او بروز منين؟ من البطانه مالت شنو؟ مالت البطن، من البطانه مالت التجويف البطني الى الثاي، عباره عن شنو؟ بروز من البطانه مالت البطن او التجويف البطني الى الثاي. يعني راح تقولي هو شنو هذا، من شنو متكون؟ احنا شنو نقول؟ نقول متكون هو نفس البطانه مالت التجويف البطني مكمله للثاي، منا ومنا نازل اللي جوا، فمسويت لي هذا الشيث منا انا ومنا النهايات مالتها، يعني هاي التجويف البطني بالاخير هيك مطلع فد بروزين صغار اللي هن اسمهن فيمورال شيث، اوكي؟ زين. الانتيريور وول مالته من شنو متكون؟ من الترانسفيرسالس فيشيا، اكو فد فيشيا، فد غشاء بالتجويف البطني يبطن بطانه التجويف البطني، وهي كلمه بطن قالت، زين، اسمها ترانسفيرسالس فيشيا انتيريرلي، وبوستيريرلي شنو؟ الفيشيا الياكا، اسمها الفيشيا الياكا، ايضا تعتبر من التجويفات، من البطانات مالت التجويف، تمام؟ فهاي هي الفيمورال شيث، عباره عن شنو؟ عباره عن مثل فد هولو ستراكشر، خلينا نسميه، زين، فد تركيب مجوف، اوكي، تمر بي ستراكشرات مهمه هسه راح ناخذها. زين، the sheath surround the femoral vessels and lymphatics. شنو يحيط؟ شنو متيب؟ شنو مغلف؟ مغلف لك الفيمورال vessels اللي هو الارتري والفين والليمفاتيك الليمف vessels for about 1 inch، يعني شنو 2.5 سنتيمتر below the inguinal ligament، يعني ايش قد طوله هو؟ 2.5 سنتيمتر، مو هوايه ابدا شباب، باعوا من هنا لهنا، يعني بس بهاي المنطقة تقريبا، بس بهاي المنطقة وجود الفيمورال شيث، اوكي؟ بس بهاي المنطقة. زين؟ أريد أشوف الستراكشر مالته شنو؟ ترتيبه شنو؟ ذا شيث، اوكي؟ thin fibrous septa divide the sheath into three compartments lateral, intermediate, and medial compartment. يعني شنو؟ 3 أو 2 fibrous septa. fibrous septa يعني شنو؟ يعني طبقات حاجزة بنص هذا الشيث نفسه، مقسمات لي إياه إلى شنو؟ إلى ثلاث أقسام. فصاير عندي lateral وintermediate بالنص وmedial compartment، اوكي؟ lateral وintermediate وmedial compartment، ما عليكم بهذا الستراكشر اللي مار هنا، هذا الميديال compartment بليمفاتيك vessels بس شباب، باعوا لي بهاي الصوره، بس lymphatic vessels. هاي الحاله هي حاله هيرني، حاله فتق، جاي الامعاء نازله بمكان غلط وطالعه منا، هذا ما عليكم به، هاي حاله سريريه مرضيه يسوى لها عمليه. ثاني خل هاي الصوره لان واضحه، ما لقيت اي صوره واضحه للفيمورال
شيء غير بهذا المكان. راح احاول القى وادز لكم ان شاء الله بالجروب. اوكي، بس القصد هو شنو؟ هو ثلاث كومبارتمنتات هالشكل، هذا اللاترال وهذا الميدل وهذا شنو الميديال كومبارتمنت. ميديال كومبارتمنت يكون شبه الفارغ بس الليمفاتيك فيسلز والليمف نود قليله. اوكي زين، فاذا صار عندي 3 فايبرس سبتم، ثلاث طبقات عازله فايبرات تقسم لك اياها الى لاترال ميديال and intermediate بالنص. The femoral artery as it enter the thigh beneath the inguinal ligament occupies the lateral compartment of the sheath. يعني وين الفيمورال artery صاير؟ باللاترال compartment of the sheath. هاي احفظها سؤال، هاي تجي من ينزل الاكسترنال iliac artery جوا الانجوينال ليجمنت، مو صار اسمه الفيمورال artery. وين يمشي الفيمورال artery؟ بالشيث اول ما يطب للثاي. بيا compartment بالشيث، بالميديال لو بالانترميديت لو باللاترال، باللاترال compartment. هاي احفظها. اوكي زين، الفيمورال فين؟ وين يمر ميديال تو ذا فيمورال ارتري؟ وين بيا كومبارتمنت بالفيمورال شيث؟ بالانترميديت كومبارتمنت، بالنص، بالميدل كومبارتمنت، مو بالميديال، لا الميديال فارغه، يكون بالميدل او الانترميديت كومبارتمنت، ميديال تو ذا فيمورال ارتري. اوكي هذا صار واضح. زين، الليمف فيسل اوكيوباي ذا موست ميديال كومبارتمنت اند ذي ليف ذا ثاي. زين، ملاحظة مهمة، إذا الميديال كومبارتمنت منو صار بيه؟ الميديال صار بيه شنو؟ الليمفاتكس اللي هو تقريبا شبه فارغ يكون، لأن الليمفاتكس صغيرة. ملاحظة جدا مهمة، راح ناخذ فشي اسمه فيمورال نيرف. الفيمورال نيرف شباب ما يمر بالفيمورال شيث، كلش مهم. أنت راح تتوهم تقول أنا عندي ثلاث ستراكشرات فين وارتري ونيرف، إذا ثلاثة يمرون بالفيمورال شيث، لا تمام، كانما هذا النيرف يعزلوه شافه الكهرباء، متيب هذا وعازل لك النيرف وحده، من يتيب واير ويعوف واير ثاني، فهذا متيب زين، بينما هذا برا الفيمورال شيث مو بداخل الفيمورال شيث. ملاحظه مهمه هاي لازم تعرفها وتتذكرها. اوكي زين، هسه صار عندي شنو؟ صار عندي الفيمورال شيث. شنو هو الفيمورال شيث؟ عباره عن بروز من من البطانه مال التجويف البطني، مسويت لنا فد مثل التجويف المجوف هنا مثل الجلاس. زين، طوله تقريبا 2.5 سنتيمتر من الانجوانال ليجمنت لحد السافينس اوبننج، تقريبا النص منتصف السافينس اوبننج، مقسم الى ثلاث اقسام، قسم يفوت به الارتري اللي هو لاترال، والميدل يفوت به الفين، والميديال ما يفوت به شيء او يفوت به الليمفاتيك فيسلز. زين، الميديال هذا الميديال كومبارتمنت مالته شو يصيحوا له مرات؟ يصيحوا له فيمورال كانال. تمام، فيمورال كانال، بس الميديال كومبارتمنت هو كله اسمه فيمورال شيث. الميديال كومبارتمنت مالته مرات يصيحوا له فيمورال كانال. اوكي، المدخل مالتك للفيمورال كانال فد رينج صاير مثل الحلقه، يسموها فيمورال رينج. واضح؟ واضح كلش، سهل وبسيط بس يحتاج نركز. The small medial compartment for lymphatic vessels is termed، يسمى شنو؟ femoral canal. It is about نص انش تقريبا، زين 1.3 سنتيمتر اللينث مالته، قصير يكون اكثر جزء باع هذا منه لهنا طويل، بينما هذا شنو؟ صغيروني باوع باع. الفرق بالرسمه شلون بينت؟ انا بس حوطت الاطار مالته، فهذا قصير تقريبا سنتيم ونص. اوكي، او سنتيم بوينت 3. And its upper opening، الفتحه العلويه والحلقه العلويه الفتحه مالته اسمها femoral ring. The femoral septum, which is a condensation of the extraperitoneal tissue, plug the opening of the femoral ring and closing it. يعني شنو؟ يعني عندي فتشي هنا اسمه femoral septum. وين هنا؟ هسه هاي الصورة ما واضحة قلنا. هنا يسد لك الفيمورال رينج، فد غشاء رقيق يسد لك الفيمورال رينج، بيه فتحات صغيرة تفوت بيه الليمف فيسل، أما الباقي مسدود. هاي بالإنسان الطبيعي وبالحالة الطبيعية. تمام؟ راجع، هذا فيمورال شيث كله بثلاث كومبارتمنتات، لاترال يفوت به الارتري، ميدل يفوت به الفين، ميديال يكون فارغ او تفوت به الليمف فيسلز الصغيره المو مهمه، الميديال يسحوا له فيمورال كانال، والفتحه العلويه مالت الميدل الميديال كومبارتمنت يسحوا له فيمورال رينج، تكون مسدوده فيمورال فيشيا. زين، هذا فهمناه. زين، ذا فيمورال كانال هذا الميديال كومبارتمنت مالت الفيمورال شيث، شنو بيها؟ بيها فاتي كونكتيف تيشو، وبيها الليمف فيسلز فروم ذا ديب انجوينال ليمف نود تو شنو؟ اند وان اوف ذا ديب انجوينال ليمف نود
لا لحظة العفو from the deep inguinal lymph node and one of the deep inguinal lymph node. هاي هنا أنا خطأ، القصد من عنده أنه بي كل الافرنت اللي تجي يعني الواردة لفوق منين الليمف فيسلز اللي جاية من الديب انجوينال ليمف نود المن للإنترنال والإكسترنال إليك نودز يعني اللي تدخل للبيلبس. أوكي فهي شنو بيها؟ بيها الليمفاتيك فيسلز اللي تجي من الديب ليمف نود وتصعد وين؟ تصعد لداخل البيلبس، فهو يعتبر الممر مالتها هذا الفيمورال كانال الصغير. أوكي زين، بس لاحظ لي احنا ما حكينا كل هذا الحكي هباء، فستركتشر مجوف ببس لينف فيسلز صغيرة يعني شبه الفارغ، فممكن تصير به حالات سريرية هواي هسه راح ناخذها. زين بس اكو شغلة مهمة، شوف قبل ما تاخذ ما اخذ لكم الاشياء الكلينيكال، اكو هنا هذا اللي نسميها قلنا فيمورال رينج، الفتحة العلوية مالت الفيمورال كانال محاطة او بها ريليشنز انتيريرلي منو؟ انتيريرلي منو الها؟ الانجوينال ليجامنت، هذا الليجامنت اللي يمتد من عزيز من الانتيرير سوبر اليك سباين للبيوبيك تيوبركل، وميديالي فشي اسمه انيولر ليجامنت. اوكي ولاترالي منو؟ الفيمورال فين. اوكي فهذني كلش مهمات، فيقول لك انتيريرلي الانجوينال ليجامنت، بوستيريرلي البيوبس، زين انا ما قلت يمكن بوستيرير، ميديالي ذا لاكيونر ليجامنت، فالليجامنت اسمه لاكيونر ليجامنت ايش صاير تمام، و laterally الفيمورال vein. The lower end of the femoral canal is normally closed by adherence of its medial wall to the tonic adventitia of the femoral vein. It lies close to the saphenous opening in the deep fascia of the thigh. يعني شنو نهايتها؟ نهاية الفيمورال canal انه تتحد بالتونيكا adventitia مالت الفين بنهايتها. اوكي تنزل 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 وتتحد بالتونيكا ادفنتيشيا مالت الفين اللي بصفها، فتخلص يعني تنسد، بمعنى انه هاي الفيمورال كانال نهايتها السفليه مسدوده، قرب وين مسدوده؟ قرب السافنس اوبننج. خلصت الثاني الرينج، عرفت شنو المحيطات مالتها؟ ليش انا قلت لك كولاكينر ليجامنت وانجوانال ليجامنت وبيوبس؟ معناها انه هاي الفتحه ضيقه غير قابله للتوسع. اوكي زين، هسه الحاله السريريه شنو؟ الحاله السريريه اسمها فيمورال هيرنيا، فيمورال هيرنيا يعني شنو؟ يعني فتق يصير بالفيمورال اريا، فتق سامعين بالفتق اللي هو بروتروجن بروز يصير من الامعاء او من فد اشياء موجوده بالتجويف البطني الى الخارج، قد تكون هنا بالبطن، قد تكون بالانجوانال، قد تكون بالسكروتم مالت الميل. اوكي فهاي هي، فاكو واحد من انواع الفتق اسمه فيمورال هيرنيا، يعني شنو؟ مو هذا البيلفس تمام، البيلفس والتجويف البطني فوقها بيها شنو؟ الامعاء الدقيقه وغيرها، جزء من هاي الامعاء راح يجي ينزل هالشكل بسبب ضعف بالعضلات مالت البلفيك فلور، بسبب مشاكل صحيه عند المريض، تدخين، انكريز انترا ابدومينال بريشر، عنده اسايتس بطنه منفوخه زين وبيها سوائل بسبب فشل بالقلب وغيرها، يعني كوم اكو اسباب، المهم يزيد الضغط بالتجويف البطني، انت مو مصدق تعرف الفتق شنو وهاي تفاصيله، لان انا بالجراحه مرحله خامسه، بس انت تعرف انه التجويف البطني يزيد الضغط مالته، فجزء من هاي الامعاء على ساعه يطلع يطلع يقوم يدفع بنص المكانات شنو الضعيفه بالوولز، على ساعه يوصل هنا يلقى غشاء رقيق كلش بالفيمورال كانال، شو يسوي؟ يدفعه على الفيمورال رينج، يدفعه يفتحه يشقه ويطلع من جوا ينزل، يلقى نهايه الفيمورال كانال مرتبطه بالفيمورال فين، يشقها همين يفتكها يطلع وين؟ يطلع من السافنس اوبننج لي برا، فيجيك المريض عنده هنا زين فد ورمه صغيره، هاي الورمه تدفعها تدفعها طب لي جوا، تقول له قح يقح، ترجع برق تطلع هيك لي قدام، هذا شو نسميه؟ نسميه فيمورال هيرنيا. فيمورال هيرنيا يصير بالفيميل اكثر مما يصير بالميل. اوكي مهم جدا هذا تعرفوه. زين الفيمورال هيرنيا شنو الخطوره مالته؟ اخو اوكي نزلت الاحشاء اللي هنا وصعدها المريض ومرتاح حياته طبيعي، لا الفكره انه قلت لكم انا هاي الفتحه ضيقه. اوكي فتخيل طلع جزء كبير منها وضيق هاي الفتحه يضغط على شنو؟ البدايه مالت الهيرنيا منها كشكل خانقها، من يظل خانقها ايش راح يصير؟ الدم اللي يمشي بالجدار مالت هاي الامعاء حتى يغذي الامعاء زين او الاوعيه الدمويه الشعريه راح تنسد، فيصير عندي سترانجوليشن. اوكي شلون شنو بالعربي نسميه سترانجوليشن؟ اختناق كانما، ليش؟ لان الدم يقوم احتقان، سترانجوليشن احتقان يصير، الدم يقوم شنو؟ يقوم ما يقدر يوصل بسهوله المن
لهنا، او حتى يقدر يوصل الفينس ريتيرن ما يقدر يطلع بسهوله، فيصير كونجستشن وسترانجليشن، احتقان 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 على ساعه، شنو الدم يقل ويقوم ما يوصل هنا، ويصير عندي شنو نيكروسز. زين، يصير عندك نيكروسز، تموت هاي المنطقه كلها نيكروسز، يعني شنو يعني تموت، فتموت هاي المنطقه، وتعال حل المريض خلال 6 ساعات، اذا ما سويت العمليه يموت. ليش؟ لان تخيل منطقه بالامعاء تموت، شكو بكتيريا وشكو ما ادري شنو، انفلاماتوري ريسبونس يصير قوي بالجسم، وقد يمر يطب المريض بمرحله سبسز ويموت. اوكي، فباعوا هاي الشغله البسيطه اناتوميكلي، اذا انت ما تعرفها وما تندلها ما راح تعرف تعالجها، ما راح تعرف شلون يعالجوها. يسوون عمليه، يفتحون يطببون هاي الكونتنت مالت الامعاء للداخل، ويخلون هنا شنو؟ يخلون هنا شبكه هنا، تمام؟ نسميها مش. زين؟ العمليه شو اسمها؟ نسمها هيرنيوتومي اند هيرنيورافي. هيرنيوتومي يعني يفتحون الهرنيه ويرجعوها لمكانها، هيرنيورافي يعني يخيطون الفتحه اللي طلعت من عندها الهرنيه. اوكي؟ واضح شباب؟ خلصت هسه من شنو اني؟ من الكلينيكال امبورتنس مالتها. هاي كلش مهمه. تجيك اسئله خير من انواع الاسئله، اول شيء يقول لك لقيت ورمه طالعه من سافينس اوبننج، ايش تتوقع؟ تقول له فيمورال هيرنيا. زين، يقول لك الفيمورال هيرنيا منين تفوت؟ تقول له من الفيمورال كانال. يقول لك الفيمورال هيرنيا قد يصير بها سترانجليشن؟ تقول له نعم. يقول لك بشنو؟ تقول له بالضغط مالت الانجوانال ليجمنت والانيولر واللاكيونر ليجمنت، عفوا راح يضغط على الفتحه هاي. اوكي، شنو لاترال للهيرنيا؟ تقول له الفيمورال فين. شنو ميديال للهيرنيا؟ اللاكيونر ليجمنت. فشي يريد يجيب لك اسئله عليها انت لازم شنو؟ لازم تعرف. يصير بالميل لو بالفيميل اكثر، يصير بالفيميل اكثر. هاي اسئله هوايه عن الهرنيه. بعد شنو اسئله ممكن تجي على الفيمورال شيث والفيمورال كانال؟ يقول لك الفيمورال نيرف يفوت باللاترال، لو يفوت بالميديال، لو عفوا لو بالميديال، لو بالميدل، لو يفوت برا، تقول له يفوت برا. يقول لك شنو يفوت باللاترال كومبارتمنت؟ تقول له الارتري. شنو يفوت بالميدل؟ تقول له الفين. شنو يفوت بالميديال؟ الليمفاتيك فيسلز. الهرنيه تصير بشنو من ذني؟ بالميديال كومبارتمنت اللي اسمها فيمورال كانال. تلاحظ كوم اسئله ممكن تجيك عن هاي الموضوع، فانت لازم تفهمه وتضبطه وتغطيه كصور وتعرف شنو دا يصير. لا تنسون هاي الصوره هي ابنورمال، هاي هي حاله الفتق، هاي هي الهرنيه اللي صايره، تمام؟ بس بالحاله الطبيعيه هو هذا شكلها، هالشكل هنا تخلص، وهاي الحياه الطبيعيه. ان كيس اوف هرنيه جزء من الامعاء تنزل هيجي من المعده او من التجويف البطني وتطلع من هنا من هاي الفتحه. اوكي، لها اسبابها هوايه وشي، وهاي قلنا امور جراحيه بعدين تاخذوها. زين، the femoral sheath adhere to the wall of the blood vessels and inferiorly blend with the unique adventitia of these vessels. هاي هيك زايده. The part of the femoral sheath that forms the medially located femoral canal does not adhere to the wall of the small lymph vessel. Therefore, the site is potentially weak. هاي يقول لك شنو؟ الميديال كومبارتمنت او الفيمورال كانال. يقول لك ويك ليش؟ لان ما مربوط، النهايه مالته ما مربوطه بيمن بالتونيكا ادفنتيشيا مالت شنو؟ مالت الليمفاتيك فيسلز اللي تمر بيه، وانما جاي وين؟ طاب التونيكا ادفنتيشيا مالت الفين اللي بصفه، فمن يجي فد شيء قوي منها شو يسوي؟ راح يفتحه ويطلع. اوكي؟ Therefore this site is potentially weak area in the abdominal wall. من عندها انت حلل يعني شنو منطقه ضعيفه بالابدومينال وول، يعني ممكن مريض او مرأة فيميل حامل الضغط بداخل بطنها عالي، تقوح ما ادري شنو، طلع جزء من الامعاء لقى مكان ضعيف دفع به وطلع من femoral canal. واضح؟ زين، هسه اجي المان، اجي للثاي او البلاد سبلاي مالت الثاي. بالنسبه للانتيرير كومبارتمنت، احنا بعدنا بالانتيرير، لا ميديال كومبارتمنت اخذنا ولا بوستيرير. انتيرير كومبارتمنت البلاد سبلاي هو الفيمورال ارتري اند فيمورال فين. زين، هي المسؤوله عن تغذيه شنو؟ الانتيرير ثاي. اوكي، ذا ارتري از ذا كونتينيويشن اوف اكسترنال ايليك ارتري فروم ذا بيلفيس. The vein drains to the external iliac vein. يعني شنو؟ يعني أنت عندك هذا ال abdominal aorta صار بيها two common iliac arteries. common iliac نزل بداخل ال pelvis بداخل الحوض، انقسم إلى قسمين internal iliac و external iliac. ال external iliac مشى 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 طب جوا ال inguinal ligament، بس طب جوا ال inguinal ligament طلع منه صار اسمه شنو؟ femoral artery. تمام؟ صار اسمه femoral artery. اذا يعتبر femoral artery continuation، تكمله مال شنو؟ مالت الاكسترنال iliac artery after it passes، ورا ما تمر تحت الانجوانال ليجمنت. يعني بس الاكسترنال iliac artery عبر الانجوانال ليجمنت صار اسمه femoral artery. هو هذا راح يغذي لك الانتيريور ثاي كله. اوكي، بالاضافه للفين اللي هو صعدته بس يعبر الانجوانال ليجمنت، هم راح يصير اسمه external iliac vein ويصعد يتحد ويا
الانترنال ايليك ويصبن وين؟ بالانفيرير فينا كيفا، الوريد الاجوف الاسفل. اوكي، فالقصد هذا. هسه زين، الفيمورال ارتري هو المين ارتريال سبلاي تو ذا لور ليمب، تقريبا كل اللور ليمب يغذيها شنو؟ الفيمورال ارتري. هسه راح تشوف الانتيرير كومبارتمنت هو يغذيها، يطي برانشز للميديال، يطي برانشز للبوستيرير كومبارتمنت، بينما احنا اخذنا بس الجلوتيال ريجن من يغذيها السوبيرير والانفيرير جلوتيال ارتريز، بينما البوستيرير كومبارتمنت والانتيرير والميديال وحتى الليج والفوت من يغذيها الفيمورال ارتري هو المين. اوكي، الفيمورال ارتري هو هذا. زين، it enters the thigh deep to the inguinal ligament، يطب جوا الانجوينال ليجمنت. It lies midway between anterior superior iliac spine and pubic symphysis. هاي احفظها احفظها، وين صاير مكانه جوا الانجوينال ليجمنت؟ midway، بمنتصف الطريق ما بين الانتيرير superior iliac spine والبيوبيك symphysis. باوع لي هنا، تعال، هاي شغله مهمه جدا، سؤال بالتشريح. هاي عزيز الانتيرير superior iliac spine وهذا البيوبيك symphysis، نصف المسافة بيناتهن شو اسميها؟ اسميها mid inguinal point. تمام، باوع لي، اعيد مرة ثانية، هاي البيوبيك سيمفيسز وهذا عزيز. تمام، نصف المسافة شو اسميها؟ اسميها mid inguinal point. من يمر بالميد انجوينال بوينت، خلي ايدك على بيوبيك سيمفيسز والعزيز وتوقع النقطه اللي بالنص وين، قول هنا شنو يمر؟ يمر الفيمورال ارتري، يمر الفيمورال ارتري ات ذا ميد انجوينال بوينت. حتقول لي شنو الاهميه اخو ميد انجوينال بوينت في الجوال؟ اكو فد شيء ثاني، تعال وياي، اكو فد شيء ثاني شنو اسمه؟ اسمه ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت، ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت اللي هو ما ادري وينه، ما هنا انا شويه الصوره مو كلش موضحه، بس القصد ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت هو نص المسافه مالت الانجوينال ليجمنت، شخصيا نصف المسافه مال انجوينال ليجمنت، هاي ما يمر بيها الارتري. اوكي، هاي ما يمر بيها الارتري، الارتري يمر ات ميد انجوينال بوينت وليس الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت. تمام، وضح؟ عرفت شنو الانجوينال ليجمنت؟ يمتد من عزيز للبيوبيك تيوبركل، مو للبيوبيك سيمفيسز، مو للبيوبيك سيمفيسز، فمننا لهنا نصف المسافه مالته شو اسميها؟ اسميها ميد بوينت، نقطه المنتصف اوف انجوينال ليجمنت، ما عليها بالارتري، هاي هنا مكانها المفروض يصير، بس الصوره مو كلش عدله، بس هو مكانها يصير برا الارتري. بينما الميد انجوينال بوينت هي شنو؟ هي نصف المسافه، ما عليك بالانجوينال ليجمنت، هي نصف المسافه من عزيز الى البيوبيك سيمفيسز، اللي يمر بيها منو؟ الفيمورال ارتري. واضح؟ ان شاء الله واضح. زين، it descends almost vertically toward the adductor tubercle of the femur and ends at the adductor hiatus, an opening in the adductor magnus muscle by entering the popliteal space as popliteal artery. يعني هو ينزل ينزل ينزل، هذا هو ما مرسوم، بس احنا راح الرسمه نكمله، بس خلينا نوخر هذا الكتابه. زين، نكمله، هذا الارتري ينزل vertically بشكل عمودي، ينزل تمام لحد ما يوصل للادكتر هيتس، تذكروها نهايه السبسارتوريال كانال، يدخل بيها يطلع من الخلف، من يطلع من الخلف ايش صار اسمه؟ صار اسمه بوبليتيال ارتري. هذا راح نتلقاه المحاضره الجايه وننزل بيه. اوكي، البوبليتيال ارتري صار اسمه. واضح شباب؟ ان شاء الله واضح. زين، اجي الريليشنز مالتك anteriorly in the upper part of its course it is superficial and covered by skin and fascia roofing the femoral triangle. In the lower part of the course it passes deep to the sartorius muscle in the adductor canal. يعني superficially العفو بالجزء العلوي جوا الانجوينال ليجمنت يكون superficial، تقريبا فوقها بس الفاشيا لاتا والسكن. اوكي، لذلك انت لو تخلي ايدك على الميد انجوينال بوينت تحدد، تقول هاي عزيز، تلوحها بايدك، هاي البيوبيك سيمفيسز، زين، هاي العظمه اللي بالنص صايره عظمه العانه، تخلي المسافه بيناتهم وتنزل لك فد 3 سم، تخلي ايدك راح تحس بالنبض مالت الفيمورال ارتري.
تحس بالنبض مالته، اوكي شلون ما تخلي ايدك هنا هنا هم تحس بالنبض مالته، فيكون سوبرفيشال. بينما من ينزل شويه راح شنو راح تجي السارتوريوس منه، فيصير جوه السارتوريوس ديب تو ذا سارتوريوس بشنو؟ بالادكتر كانال اللي اخذناها المحاضره السابقه. اوكي زين، جوا شنو اكو؟ هاي انتيريورلي. زين بوستيريور الى شنو اكو؟ هو ديمشي بالفيمورال تراينجل، فشنو؟ فنفس الارضيه مالت الفيمورال تراينجل هي الاليوسوس تمام، والبكتينيوس والادكتر لونجس، هذن هن الارضيه مالت الفيمورال تراينجل نفسها يعتبر شنو؟ صايرات ورا هذا الارتري تمام. الاليوسوس هاي الاليكس وهاي السوس مصل زين، وهاي البكتينيوس وهاي الادكتر لونجس، هذن كلهم صايرات جوا تمام. زين ميديالي منو اكو بصفه ميديالي هنا بالفيمورال شيث؟ قلنا الفيمورال فين، عاشتيتكم ممتاز. زين لاترالي شنو عندك اللي يمر برا الفيمورال شيث؟ كان بصفه اخذناه بالصوره الراحت، شنو؟ الفيمورال نيرف، الفيمورال نيرف. اوكي فهذا هي الريليشنز حتى تصير واضحه عندك. يجي سوبرفيشال نزل هالشكل ورا غطته السارتوريوس، هاي واحد. اذا انتيرير الى شنو اكو؟ بالجزء العلوي سكن وفيشيا، بالجزء السفلي سارتوريوس. زين ميديا بوستيرير الى منو اكو؟ العضلات الارضيه مالت الفيمورال تراينجل نفسها تمام. زين ميديال الى الفيمورال فين، لاترال الى شنو؟ الفيمورال نيرف. واضح؟ عرفت هذا الارتري؟ عرفت لي شكله؟ تباوع عليه الصوره هواي حتى تفتهمه زين، حتى تظل متذكر شكله. زين الفيمورال ارتري هو كاسم ثقيل ويغذي كل اللور لمب، بدايته ايش تنطي برانشات؟ راح ينطيك هذني البرانشات بالبدايه. سوبرفيشال ايليك ارتري تمام، اللي هو سمول برانش رانز تو ذا ريجن اوف ذا امبلايكس، تمسح لي هاي الايليك او السيركونفلكس ايليك، وش تسمي لي اياه؟ تسمي لي اياه سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري، اتوقع هذا خطا املائي، فيصير سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري. اوكي السوبرفيشال ابيجاستريك ارتري اللي هو شنو هو؟ اللي هو هذا تمام، هذا اول ارتري. شوف هو مو صار اسمه فيمورال هنا الفيمورال ارتري، اول برانش فرع ينطيه لي فوق يصعد، هو شو اسمه؟ اسمه سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري. واضح؟ زين وبعد شنو عندك؟ هسه احنا مو مسحنا هذا، اكو عندنا بعد واحد اسمه شنو؟ اسمه سوبرفيشال سيركونفلكس ايليك ارتري، موجود ولكنه شنو؟ ولكنه شنو؟ اسمه سوبرفيشال اكسترنال ايليك، هو ليش سوبرفيشال سيركونفلكس؟ anyway لا انا اريدكم تمسحوه هذا، هذا مسحوه ما يخالف، يعني هو خطا املائي اتوقع صاير هنا عندنا. ما عندنا فد شيء اسمه سوبرفيشال سيركونفلكس ايليك ارتري، عندنا شنو؟ عندنا الابيجاستريك ارتري هو اللي يروح للاريا اوف امبلايكس يصعد لي فوق، يعني تشوفون العفو هاي الصوره يصعد لي فوق ويجي هالشكل تمام، يوصل لحد الصره جوا الامبلايكس يغذي لك هاي المنطقه مالت الابدومينال وول يصعد منها، شو اسمه؟ اسمه سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري. عفوا هاي اريدكم تطوخوها وتحفظوها هنا سوبرفيشال ابيجاستريك ارتري، هذا اول برانش يعطي. البرانش الثاني هو شنو؟ ينطيك بعد شنو؟ ينطيك عفوا السوبرفيشال اكسترنال بودندال ارتري تمام، والديب اكسترنال بودندال ارتري. يعني انت هاي كلمه اكسترنال بودندال ارتري ثابته، بيها سوبرفيشال بيها ديب. السوبرفيشال سمول برانش رانز ميديالي تو سبلاي ذا سكن ان ذا سكروتوم اور ليبيا ميجورا، يعني يروح يغذي لك السكن مالت الكيس الصفن مالت الخصا بالذكور او الليبيا ميجورا الشفاه الكبيره مالت شنو؟ الاعضاء التناسليه الخارجيه مالت الانثى. واضح؟ اسمه شنو؟ اسمه اكسترنال بودندال ارتري. كلمه بودندال دائما فكروا بها انه هاي بارينيوم اعضاء تناسليه، فاكسترنال يعني خارجيه والسوبرفيشال تمام. يبقى شنو عندك؟ يبقى عندك الديب اكسترنال بودندال ارتري اللي هو هم يروح يغذي لك اريا اوف سكروتوم اند ليبيا ميجورا، نفس الشيء نفس شغل اخوه تمام. هذولا السوبرفيشال والديب، السوبرفيشال شباب والديب، ذني اثنيناتهم يجن ميديال، فصار عندك واحد يصعد لي فوق اسمه ابيجاستريك، واثنين يجون منا شنو اسمائهم؟ سوبرفيشال وديب اكسترنال بودندال ارتريز. بعد شنو يبقى عندك؟ يبقى عندك الارتري الكبير اللي اسمه بروفندا فيموريس ارتري، بروفندا فيموريس ارتري اللي هو هذا
لاحظوا لي اياه هذا اللي قبل شوية من راويتكم الصورة، هذا هنا تمام، كنت قاس الارتري، قصيت الفيمورال ارتري ومطلع بس البروفندا فيمورس ارتري، او مرات يسموه شنو، يسموه ديب فيمورال ارتري، نفس الشيء بروفندا يعني ديب باللاتيني، فنفس الشيء بروفندا او ديب فيمورال ارتري. اوكي ات از ا لارج، هذا كل الحكي كنا نحكي ابيجاستريك وش اسمه وبودندل اكسترنال بودندل، هذين اشياء سهله، بس احنا شنو عندنا، عندنا المهم large and important branch arises from the lateral side of the femoral artery about 1.5 inches below the inguinal ligament. يعني تقول وين مكان الخروج مالت البروفندا فيمورس، تقول هذا الانجوينال ليجمنت، حسيت النبض مالت الارتري، تنزل من جوا الانجوينال ليجمنت شنو 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر على اللاترال سايد طالع البروفندا فيمورس. اوكي هذا هو البروفندا فيمورس، راح يغذي لك جزء من الانتيريور كومبارتمنت ويعبر على البوستيريور والميديال كومبارتمنت، هم يغذيهن زين، ينطيك برانشات يعني تغذيهن. It passes medially behind the femoral vessels and enter the medial facial compartment of the thigh. As its origin, it gives off the medial and lateral femoral circumflex artery, and during its course, it gives off three perforating artery and end by becoming the fourth perforating artery. يعني شنو؟ أراويكم إياها على صورة حتى تفهموها. شوف لي بالي. يقول لك يابا ترى البروفندا فيموريس ارتري، هذا البروفندا فيموريس راح ينطيك ميديال اند لاترال شنو سيركونفليكس فيمورال ارتريز، ميديال سيركونفليكس ولاترال سيركونفليكس فيمورال ارتري، سيركونفليكس يعني ترى داير مدار الفيمر، عظمه الفيمر. اوكي وينزل لي جوا ينطيك ثلاث برانشات بيرفوريتنج مخترقات، فيرست سكند ثيرد بيرفوريشن and end as fourth perforation artery. اوكي ينتهي كشنو، كالبرفوريشن ارتري الرابع. فهذا هو البروفندا فيمورس، هذا هو البروفندا فيمورس، برانش من الفيمورال ارتري يطلع 4 سنتيمتر جوا الانجوينال ليجمنت لات اون لاترال سايد، ينزل هالشكل يعطيك اول شغله، اول ما ينطي الميديال واللاترال سيركونفلكس فيمورال، وراها ينزل لك ينطيك اربعه او يعطيك ثلاثه برو شو اسمه بيرفوريتنج، وهو يصير البيرفوريتنج الرابع. اوكي زين، بقى عندي ارتري اخير يطلع من الفيمورال ارتري اللي هو اسمه جانيكيولر ارتري، جانيكيولر ارتري راح يروح يغذي لك الني جوينت بالنهايه، يطلع تمام بنهايه الفيمورال ارتري، بنهايته هنا يروح يغذي لك الني، واضح زين. فصار عندي الفيمورال ارتري، اريد تلزموه، تلزم ورقه وقلم وتقعد ترسمه من فوق، تسوي الرسم هالشكل زين، سوي للرسم هالشكل، تقول عندي هذا ال عفوا زين، هاي من هنا ال، طبعا رسم للتوضيح هو زين، تقول هاي الابدومينال ايورتا زين، الشريان الابهر ينزل هالشكل، ينقسم الى شنو، الى تو كمان اليك ارتري، الكمان اليك ينقسم الى اكسترنال وانترنال، انترنال ما اريده، اكسترنال راح ينزل جوا الانجوينال ليجمنت، راح يتحول اسمه الى شنو، الى فيمورال ارتري، صار اسمه فيمورال ارتري، اعذروني على الرسم تعبان، طبعا انا رسام ترى الله شاهد، بس ما ادري ليش يعني مو واضح هنا نطلع زين. الفيمورال ارتري تقول الفيمورال ارتري اول ما ينزل راح يعطيني برانشات، تسوي لي اياهن بغير لون، واحد اسمه ابيجاستريك تمام، وعندك اثنين، واحد سوبرفيشال، واحد ديب اكسترنال بودندل ارتريز، وراح ينطيك الارتر الرابع والاهم هو منو، هو البروفندا، طبعا هو راح ينزل بعد الفيمورال ارتري هنا ينزل لي جوا البروفندا فيمورس، راح اول ما يصير راح ينطيك شنو، ينطيك تو برانشز صغار، واحد اسمه ميديال سيركونفلكس، واحد اسمه لاترال سيركونفلكس فيمورال ارتريز، ويبقى نازل هذا لي جوا زين، يبقى نازل لي جوا البروفندا فيمورس، ينطيك فيرست بيرفوريتنج وسكند بيرفوريتنج وثيرد بيرفوريتنج. اوكي ويخلص كشنو، كفورث بيرفوريتنج ارتري. اوكي هالشكل، يبقى شنو عندك، يبقى عندك الفيمورال ارتري يكمل لي جوا، الفيمورال ارتري يكمل لي جوا، وينطيك واحد ارتري صغير اسمه شنو، اسمه ديسندنج جانيكيولر ارتري، وبعدين يطب الفيمورال ارتري بالادكتر هايتس ويطلع بوستيريرلي ويصير اسمه شنو، بوبليتيال ارتري. فذن هيجي ترسم الخطه وتحفظ، يعني مثلا تقول لي الفيمورال ارتري وين يطب، تقول جوا
الانجوينال ليجمنت صاير بالميد بوينت بالميد انجوينال بوينت. حلو. بيا بارت من الفيمورال شيث باللاترال بارت اوف فيمورال شيث. شنو لاترال الى النيرف، شنو ميديال الى الفين. تقعد تتخيل شباب، تقعد تتخيل ابن عمي وياي، بس ركز. تقول ايش وقت يطلع البروفندا فيمورس؟ يطلع ورا 4 سنتيمات جوا الانجوينال ليجمنت. ممتاز، هيك انت دا تشتغل صح. اوكي، تعرف كل شيء، كل ستراكشر وقدامه شنو ورا شنو بصفه شنو وهكذا. زين، بقى شنو عندك؟ الفيمورال فين. فيمورال فين نفس الشيء، يدخل من الادكتر هياتس من جوا، لان انت الفين التابعه من جوا لي فوق وتصعد بي، مو من العكس. زين، فيمورال فين شلون فكره الارتري نفسها، بس شنو يبدي منها من الادكتر هياتس ويصعد بالميدل كومبارتمنت مال الثاي، يعبر يصير اسمه اكسترنال ايليك فين ويصعد لي فوق. نفس الشيء بس بالعكس. التريبيوتاريز او الاشياء اللي تصب بي هي نفس الشيء، البروفندا فيمورس فين تمام، والابيجاستريك فين وذني نفس التريبيوتاريز راح تصب بي. اوكي، يعني للسهولة دا أحكيها بسرعة. يعتبر continuation popliteal vein ascend through the thigh lateral side شو اسمه on the lying at first on the lateral side of the artery then posterior then finally its medial side. يعني لي جوا يكون شنو؟ يكون lateral للartery. باوع لي كل الزين، لي جوا يكون lateral للartery، وراه يصير ورا، وراه يصير شنو؟ يصير medial للartery. هاي النقطة همينة مهمة، يجوز يعني مو بذيك الأهمية، بس القصد شنو عندك؟ جوا الانجوانا اللي قمت يصير اكسترنال اليك بين، التريبيوتاريز نفسها مالت شو اسمه الفيمورال ارتري. السوبرفيشال سيركونفلكس اليك فين اللي هو موجود المفروض، بس ما اعرف صراحه وينه، ما لقيته بالصور هذا الفين. السوبرفيشال ابيجاستريك موجود، الاكسترنال والانترنال بودندل، السوبرفيشال العفو الاكسترنال بودندل فين، السوبرفيشال والديب موجودات. زين، كل هذا موجود، ولكن ال superficial circumflex iliac vein ما لقيته. superficial circumflex iliac vein اوكي، ماكو مشكله، نحفظه كبرانش من الارتري. حفظوه شباب بما انه موجود بالفين همين، يعني بالمصدر ما لقيته صراحه، راح ادور عليه بغير مصدر. زين، فعندك انت صار عندك superficial circumflex iliac vein، لا تلغوه هذا، لان ما دام اكو ارتر وفين يعني موجود. فالسوبرفيشال circumflex iliac artery موجود، ورقم 2 ضيفوا لي الابيجاستريك artery، رقم 2 ضيفوا لي اياه. اوكي، يعني مو تشطبون هذا وتسووه، وانما ضيفوه كرقم 2، يعني هذا رقم 1 الارتري وهذا رقم 2. بس لا تنسون هذا الوصف تابع لهذا للثاني وليس للاول. اوكي، الاول بس حفظوا اسمه تمام. وبس خلصنا. يبقى شنو عندك؟ يبقى عندك النيرف سبلاي، هم حتى ما تنسى النيرف سبلاي مالت الانتيرير كومبارتمنت. هاي العضلات اللي اخذناها بالانتيرير كومبارتمنت، اخذنا فد نيرف اسمه فيمورال نيرف. اوكي، النيرف سبلاي هو الفيمورال نيرف. منين يطلع الفيمورال نيرف؟ هو اكبر برانش من اللمبر بلكسس، من ال2 ال3 ال4، يطلع باللاترال بوردر اوف سوس ميجر داخل الابدومين، وينزل ما بين السوس ميجر والإليكس، lies behind the fascia iliaca، يدخل الثاي lateral to the femoral artery and the femoral sheath behind the inguinal ligament تمام. وتقريبا وراء 4 سنتيمات من الانجوينال ليجمنت ينقسم الى anterior and posterior division. ملاحظة، هذا الكورس ما تسرع اخذ لكم اياه بالصور، بس يقول لك الفيمورال نيرف يغذي لك كل المصل مال anterior compartment تمام، بالاضافة الى ذلك يغذي لك جزء من الكوتينيوس انرفيشن مات الليمب. زين، ملاحظه مهمه، الفيمورال نيرف داز نوت انتر ذا ثاي وذين ذا فيمورال شيث، هاي نعرفها. شكرا. زين، هنا انا هاي الصوره انا خالها، تشوفوا لي هاي، هذا التي 12. راح تقول لي شلون يعني؟ اقول لك مو هاي الاضلاع معناها تي 12. زين، فيبدي ال1 ال2 ال3 ال4 ال5 ويبدي من الساكرم. فانت شنو عندك؟ عندك ال1 عندك L2 L3 L4. هو من يطلع الفيمورال نيرف من ال L2 L3 L4، وين هذا؟ باوع لي اياه، خليني اسوي شوية طخ. باوع لي اياه، هذا واحد L2 وهذا ال L3 وهذا ال L4، تحدن صار لك شنو؟ صار لك الفيمورال نيرف. نزل الفيمورال نيرف، هاي عضلة الإليكس هنا، وهنا عضلة السوس، هو يصير بيناتهم، وراها يدخل هذا الفيمورال شيث، هذا الارتري، هذا الفين، هذا الفراغ، هو يدخل لاترال الهن وينزل لي جوا 4 سنتيمات، راح ينقسم الى انتيرير وبوستيرير ديفيجن. عرفت لي شنو هو؟ زين،
يقول لك الانتيرير ديفيجن جيف اوف تو كوتينيوس اند تو ماسكولار برانشز. الانتيرير ديفيجن راح يعطيك اثنين سكن اثنين ماسكولار. السكن الميديال كوتينيوس نيرف والانترميديت كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي اخذناهن بالكوتينيوس انرفيشن، يغذي لك الميديال والانتيرير اسبيكتس اوف ذا ثاي ريسبكتيفلي. زين، اما الماسكولار برانشز اللي راح يعطيها الانتيرير ديفيجن هي نيرف تو سارتوريوس ونيرف تو باكتينياس. هو ما دام انتيرير ديفيجن وذني لي قدام صارات فهو راح يعطيهن الانتيرير ديفيجن. اما البوستيرير ديفيجن راح يعطيك السافينس نيرف كسكن ويعطيك الماسكولار برانشز تو ذا كوادريسبس مسل، تو ذا كوادريسبس مسل. السافينس نيرف شي يغذي السافينس نيرف ينزل medially crosses the femoral artery from its lateral to medial side and emerges from the medial side of the knee between the tendon of sartorius and the gracilis. يعني يطلع من نانا السافينس نيرف، من اسمه يطلع من نانا ينزل يجوا على الميديال سايد يغذي لك هاي المنطقه سكن، تمام؟ من اسمه سافينس ويا السافينس فين يمشي، اوكي؟ فهذا هو البوستيرير ديفيجن. فالانتيرير صار عندك اثنين كوتينوس واثنين ماسكولر، والبوستيرير يعطيك اربعه ماسكولار اللي هي الكوادريسبس للركتس فيمورس والفاستس ميديالس والانترميديوس واللاترالس، وينطيك شنو بعد؟ ينطيك واحد كوتينوس اللي هو السافينس نيرف. واضح؟ زين، طبعا يقول لك يمشي السافينس نيرف اللي هو هذا السافينس نيرف يمشي ويا الجريت سافينس فين اللي فرونت اوف ذا ميديال ماليلس، راح يفوت همينا ويا السافينس فين نفس الشيء، تمام؟ وينتهي باليم البول اوف ذا تو، هذا الاصبع الكبير البيك تو، هاي البول مالته الكره مالته، تمام؟ فهو ينتهي يمها، اوكي؟ زين، يقول لك the articular branch from that to rectus femoris supply the hip joint, the branches to three vastae medialis او vastae muscles articular branches supply the knee joint. يعني شنو؟ يعني يقول لك يابك شكو نيرف دي ينطي الانتيريور البوستيريور ديفيجن اللي هو هذا لل فور كوادريسبس مسلز، راح ينطي وياها شنو؟ يعطي articular branch. articular branch من اسمه articular يعني شنو؟ يعني مفصل، للمفصل. فراح ينطي articular branches اللي تروح يم الركتس في اللي يروح للركتس فيموريس، العصب اللي يروح للركتس فيموريس بي بصفه articular branch يروح المن للهيب joint، يغذي لك احساس لعظم لمفصل الهيب. اما اللي يروح للثري فاستاي مسل ميديالس ولاترالس وانترميديس راح شنو؟ الارتيكولار برانشز مالته راح تنزل المن للني، اوكي؟ فهاي هي دي يقول لك يابا ترى الفيمورال نيرف بارتيكولار برانشز تصعد مال الركتس فيمورس للهب وملات الفاستاي مسل تنزل ويا الفاستاي مسل المن للني جوينت. واضح؟ زين، خلصت هسه شنو؟ الانتيريور كومبارتمنت، من عضلات، من ارتريز، من فينز، من نيرفز، كلها خلصت. هسه راح نجي على اليمن على الميديال كومبارتمنت. الميديال كومبارتمنت المكونات مالته مثل ما خلينا احنا بالصورة حتى نكون واضحين، هذا قلنا الانتيرير كومبارتمنت وهذا هو الميديال كومبارتمنت وهذا البوستيرير كومبارتمنت. لاحظ الميديال والبوستيرير الصغار، زين؟ فراح يكون اسهل، تكون اسهل علينا ان شاء الله. الميديال كومبارتمنت العضلات الموجودة عندك، عندك جراسيلس، عندك الدكتر لونجس والدكتر بريفز والدكتر ماغنس والأوبتريتر إكسترنس. احنا اخذنا الأوبتريتر إنترنس، يبقى عندك الأوبتريتر إكسترنس اليوم راح ناخذها. فإذا العضلات 1 2 3 4 5، خمسة بالإضافة إلى ذلك، أو هنا بس ذني، لا سوري هنا بس ذني، هاي بعدين أخذ لكم الملاحظة بالبوستيرير كومبارتمنت، لأن الأدكتر ماغنس هاي العضلة محسوبة على البوستيرير كومبارتمنت ومحسوبة على الميديال كومبارتمنت، يعني محسوبة على المكانين، هسه راح ناخذها إن شاء الله. المهم الأدكتر جروب ماسلز هن عبارة عن خمس عضلات، واحدة اسمها جراسيلس، واحدة اسمها أوبتريتر إكسترنس، وثلاثة هن أدكترز اللي هي الأدكتر بريفز والأدكتر لونجس يعني القصيرة والطويلة والأدكتر ماغنس، كلهن وظيفتهن أدكشن. كل ذن الخمس عضلات وظيفتهن شنو؟ يجيب لك الرجل، تمام؟ سوري، يجيب لك الرجل أدكشن هالشكل. هاي الادكشن، هذا الابدكشن، هاي الادكشن، فين وظيفته؟ يرجع لك الرجل، تمام؟ يسحبنها ميديالي. فذني هن العضلات، اوكي؟ زين، عرفت اني اسماء العضلات، اريد اعرف هسه التفاصيل الخاصه مالتها، تمام؟ زين، من هو الانرفيشن اللي يغذي لك هاي المنطقه كعضلات وشي؟ الانرفيشن الاوبتريتر نيرف. يقول لك نوت ذا ادكتر ماغنس از لارج تريانجولار مسل كونسيستينج اوف ادكتر كومبارتمنت
and hamstring portion. الهامسترينج يقصد به posterior compartment نفسه، تمام؟ من تسمع كلمة hamstring muscle معناها شنو؟ معناها muscle of posterior compartment، تمام؟ الانرفيشن مالت الادكتر ماجنس باعتبارها محسوبة على المكانين يغذيها نيرفين. الاوبتريتر نيرف يغذي لك الادكتر portion اللي هو محسوب على الادكتر طبيعي، والتيبيال نيرف يغذي لك الهامسترينج بورشن اللي هو شنو يعني قصده السياتيك نيرف. لمو اخذنا بالمحاضره السابقه عندنا سياتيك نيرف يفوت بوستيريرلي، هو راح يغذي لك الجزء البوستيرير كله، والاوبتريتر نيرف يغذي لك الميديال كله، والفيمورال نيرف اخذ ذلك الانتيرير كله. خلصت انت. بس شنو ملاحظه؟ يقول لك اكو عضله تتغذى من عصبين بالثاي اللي هي اسمها الادكتر ماجنس. هاي العضلة جزء الادكتر مالتها اللي محسوب على الميديال كومبارتمنت يغذي اوبتريتر نيرف حاله حال الادكتر جروب الاخرى، والبوستيريور كومبارتمنت مالته يغذي لك يا السياتيك نيرف اللي هو التيبيال بورشن اوف سياتيك نيرف. يعني هذا القصد مالته، زين كاتب لك تيبيال نيرف، هو القصد التيبيال بورشن اوف سياتيك نيرف. منو يغذي لك شنو؟ يغذي لك البوستيريور بارت اوف ذا ادكتر ماجنس او الهامسترينج بارت اوف ذا ادكتر ماجنس. واضح؟ فعرفنا هسه العضلات جروبات قسمناها انتيريرلي ففيمورال، ميديالي اوبتريتر، بوستيريرلي سياتيك، عدا عضله واحده يغذيها اثنين اللي هي شو اسمها؟ اسمها الدكتر ماجنس، اوكي؟ لان بها جزئين، جزء محسوب على شو اسمه؟ البوستيرير، جزء محسوب على الميديال. يعني اذا تشوفوا لي اياها هسه هاي الدكتر ماجنس متباوعها من قدام تحسها ميديال، تقولي هاي جر الرجل ترجعها من هنا جرها، اذا هاي العظمه جايه هيك راح ترجعها مكانها الطبيعي عاشت ايدك. زين اقلب لي بوستيرير للانسان خلينا نشوفه، هذا دباعه من الخلف، باوع لي شلون صايره؟ هيك صايره ومفتره وطالعه لي قدام، فهذا الجزء الخلفي مالتها اذا انجرح حيل راح يكون محسوب على شنو؟ على ال extensor of the hip، راح يسحب الهيب لي ورا، يسحب العظمه مال الهيب posteriorly، اوكي؟ يسحبها posteriorly. واضح؟ يعني زاوية باعتبارها زاوية، يعني إذا أريد أوضح لكم إياها فشي بسيط حتى تفهموها بس للتوضيح، ولا طولت يعني عليكم هاي المحاضرة. بس القصد يعني لو نفرض هاي هالشكل زين، أوكي زين زين، هذا الثاي، هذا انتيرير وهذا بوستيرير، تمام؟ من تطلع عضلة منا وتنزل هيجي، فأكو زاوية خلقتها ويا من؟ ويا المفصل مالت الهب. هاي الزاوية من راح تسحب هيجي راح تسوي؟ راح ترجع هاي العظمة، تمام؟ هاي العظمة كلها راح ترجعها للخلف، أوكي؟ فسوت لك extension بالهب. بينما بنفس الوقت هاي العضلة هي طالعة منا همين، ما ننسى، وطابة هنا، هذا البورشن مالته هو الدكتر يسحب، بينما هذا البورشن بما انه خلق زاويه العظمه راح يسحبها للخلف، فصار عندك ادكشن بارت وهامسترينج بارت. هذا اشرح لكم الهامسترينج بارت مالتها. واضح؟ زين. العضلات طبعا ما ننسى فشي اسمه الدكتر هايتس اللي هو عباره عن جاب صاير او فتحه صايره بالاتاتشمنت مات الادكتر ماجنس، هاي الفتحه اسمها الادكتر هايتس، قلنا تعتبر نهايه الادكتر كانال، يطلع من عندها الفيمورال ارتري والفيمورال فين، هاي واضحه كانت، تمام. العضلات الموجوده عندك، اول عضله اسمها جراسيلس، عضله الجراسيلس منين تطلع؟ باوع لي اياها، او اريد اجيب لك اياها بهاي الصوره الواضحه، عذرونا شويه هي الصور. عضله الجراسيلس هي هاي، تمام؟ عضلة الجراسيلس هي هاي باليا، أكثر عضلة ميديال، أكثر عضلة ميديال وطولانية هي عضلة منو؟ الجراسيلس، تمام؟ طبعًا هي مو أطول عضلة، الأطول منها هي السارتوريوس، بس هي القصد هيك صاير شكلها، أكثر وحدة ميديال قريبة للنص، شو اسمها؟ اسمها جراسيلس، تمام؟ زين. وطبعا اذا تلاحظون الجراسيلس مثل السارتوريس عبره مفصلين، عبره هذا المفصل الهب، تمام، وعبره مفصل الني، فاذا بها شغلين بالضبط مثل ما تخيلتوا. الاوريجن مالتها تطلع من البيوبيك رايماي والاسكيل رايماي، زين. الانسرشن مالتها تدخل بالشنو؟ بالتيبيا اون ذا ميديال سيرفيس. من يغذيهن؟ كلهن اوبتريتر نيرف عدا الادكتر ماجنس وفيكتها اللي هو الهامسترينج بارت مالتها يغذي السياتيك نيرف، هذا نعرفه. يغذيها منو قلنا؟ الاوبتريتر نيرف. شو تسوي؟
تسوي ادكشن للهب، هذا معروف في الوظيفه الاساسيه مالتها، وتسوي فلكشن للني جوينت، تسوي فلكشن للني جوينت. ليش؟ لان هي جايه هالشكل مفتره وصاعده، فمن تسحب هيك ايش راح يصير؟ الخط اللي احنا راسمين مال المنصف هي جايه من هنا من ورا الخط وجايه هنا قاعده، فمن تسحب شو تسوي؟ تسوي لك فلكشن بالني، تساهم بالفلكشن مال الني. ولكن وظيفتها الاساسيه سوري وظيفتها الاساسيه هي منو؟ هاي طبعا انا مطلع غيرها، هي هاي اوكي، بس القصد هي نفس الانسرشن، هو نفس المكان نفس الانسرشن اوكي. تجي هالشكل تفتر وتدخل لي جوا، واضح؟ تفتر يعني هيجي وتدخل، فمن تسوي خط منصف زين هي راح تكون هنا ورا، فمن تسحب راح تسوي فلكشن للني اوكي. والوظيفة الأساسية مالتها إنه شو تسوي؟ تسوي أدكشن، يعني الرجل لو مبتعدة راح تسحبها كلها ترجعها، فتسوي أدكشن. منين تطلع؟ تطلع من شنو؟ من الراي ماي مالت البيوبس. أوكي؟ زين. خلصت من هاي العضلة، أجي لمن؟ أجي للأدكتر لونجس والأدكتر بريفس. الأدكتر لونجس منين تطلع؟ تطلع لك من البودي أوف بيوبس، والأدكتر بريفس تطلع لك من الإنفيريور راي ماي أوف بيوبس. اثنيناتهم يدخلن طبعا باللينيا اسبيرا، بس الادكتر لونجس تكون اطول وتطلع لي جوا اكثر، والادكتر بريفس بالجزء العلوي مالتها. اثنيناتهم يغذيهن شنو؟ يغذيهن الاوبتريتر نيرف. شي يسوون؟ يسوون ادكشن اثنيناتهم اوكي. زين هسه تريد تشوف انت الادكتر لونجس والادكتر بريفس، شوفها هاي هاي الادكتر بريفس، واضح؟ هاي الادكتر بريفس، فوقها تجي هنا الادكتر لونجس اوكي، اللي هي ما موجوده، موجوده بهاي الاتجاه. فهاي الادكتر بريفس، هاي الادكتر بريفس طالع منها شويه، فوقها تجي الادكتر لونجس. يعني لو ارسمها الادكتر لونجس هنا ارسمها اوكي، حتى تصير مقابل، صار عندك الادكتر بريفس اللي فوق عنها الادكتر لونجس. فالبريفس منين طالعه؟ طالعه من البيوبيك راي ماي، وين داخله؟ داخله باللينيا اسبيرا. الادكتر لونجس طالعه منين؟ من body of pubis، وداخله وين؟ باللينيا اسبرا. اثنيناتهم شو يسوون؟ يسحبوا لك الرجل اذا طالع عليه برا، هاي يسحبوها يرجعوها، فاثنيناتهم يسوون ادكشن. يبقى من عندك؟ يبقى عندك الاوبتريتر اكسترنس. الاوبتريتر اكسترنس خلى هاي هسه شوي وجهها. الاوبتريتر اكسترنس منين تطلع؟ تطلع من الاوبتريتر ممبرين والبيوبيك اند اسكيل راي ماي، تدخل وين؟ بالادريتر تروكانتر. هاي هي الاوبتريتر اكسترنس، شوفها طالعه منين؟ من البيوبيك ممبرين. الانترنس من جوا، هاي من برا، وجايه داخله وين؟ داخله بالجريتر راي ماي. اسيست ان ادكشن، تساعد بالادكشن طبعا والروتيشن. زين بعد منو عندي؟ عندي الادكتر ماجنس. الادكتر ماجنس منين طالعه؟ طالعه من الانفيريور راي ماي اوف بيوبس والراي ماي اوف اسكيوم والاسكيل تيوبروستي، يعني الطلعه مالتها ما صايره عدله، صايره ويا هذا العظم شباب، طالعه منه هيجي ولي ورا رايحه، هم طالعه من الجزء الخلفي. فالجزء الخلفي اللي طالع من الاسكيل تيوبروستي هذا نعتبره شنو؟ هامسترينج بارت. والجزء اللي طالع منه اعتبره شنو؟ اعتبره الادكتر بارت. حتقول لي وينها هي العضله؟ شكلها نريد نشوفه. العضله هي هاي كما هو واضح عندكم، هي شنو؟ هي هاي الكبيره تمام، هاي كلها هي شنو؟ تعتبر الادكتر ماجنس. ما ادري اذا كان اكو صوره وحدها الادكتر ماجنس حتى نشوفها. اي نعم، هاي هي الادكتر ماجنس تمام، كلها هاي الادكتر ماجنس، بينما الجزء الخلفي مالتها يعتبر شنو؟ همين الادكتر ماجنس، بس هذا قلنا شو نسميه؟ نسميه هامسترينج بارت اوف ذا ادكتر ماجنس. فهاي كلها شباب شنو؟ الهامسترينج ماجنس، هي اللي بيها الادكتر هايتس. يعني يجيك سؤال يقول لك الادكتر هايتس هاي الفتحه بيا عضله صايره، تقول له صايره بالادكتر ماجنس اوكي. منين تطلع؟ تطلع منها من الجزء الخلفي. عفوا الانسيرشن مالتها تدخل طبعا بال سوري وانا ها posterior surface of the femur and the adductor tubercle of the femur، يعني تطلع تدخل بال posterior surface of the femur والادكتر tubercle of the femur، يعني من هنا كل هذا هي تدخل به اوكي. شو تسوي؟ تسوي ادكشن وتساعد بالميديال روتيشن، بينما الهامسترينج بارت شو يسوي؟ اكستند ذا ثاي، هاي اخذناها ورسمت لكم اياها، فهي بيها جزئين، واضح؟ فالمختصر صار عندي هنا خمس عضلات، واحدة اسمها الدكتور بريفس ولونجس، كلهن يطلعن حتى اختصر عليكم من البودي اوف بيوبس والبيوبيك راي ماي كلهن، عدا الدكتور ماجنس اللي جزء منها يطلع من الاسكيل راي ماي اوكي. فكلهن يطلعن منها، الانسيرشن مالتهن وين؟ باللينيا اسبرا اللونجس والبريفس، يساهمون بالشنو؟ بالادكشن اكيد. يعني بعد شنو عندك؟ عندك الجراسيلس، يجوز هي العضله اللي تطلع همينه من البودي او من البيوبيك راي ماي وتدخل وين؟
تدخل بالميديال سايد اوف شو اسمه او ذا تيبيا الوحيده اللي عبره مفصليا. شنو تسوي لي؟ تسوي لي ادكشن وبنفس الوقت تسوي لي فلكشن بالني لان هي عبره مفصليا، والادكتر ماجنس اللي بيها قلنا جزئين، جزء نسميه ادكتر بارت وجزء هامسترينج بارت. الادكتر بارت يسوي ادكشن والهامسترينج بارت يسوي اكستنشن بالهيب، يرجع الهيب لورا. اوكي، فخلصنا بالنسبه للشنو للعضلات مالت الادكتر كومبارتمنت. هسه شنو عندنا؟ عندنا الميديال كومبارتمنت البلد سبلاي مالتها هو البروفندا فيمورس والاوبتريتر ارتري، يعني البروفندا فيمورس ارتري والبروفندا فيمورس فين، اضافه الى ذلك الاوبتريتر ارتري اند اوبتريتر فين. هذا البروفندا فيمورس هو برانش من الفيمورال ارتري اللي هو الكونتينيويشن مال الاكسترنال ايليك ارتري، بينما الاوبتريتر ارتري هو شنو؟ هو برانش من الانترنال ايليك ارتري. اوكي، البروفندا فيمورس عرفنا هو شنو، هو يطلع من اللاترال سايد مال الفيمورال ارتري بالفيمورال تريانجل 4 سنتيمتر جوا الانجوانال ليجامنت، ينزل ما بين الادكتر لونجس والادكتر بريفيس، وراها يصير على الادكتر ماجنس طبعا، يطي فور بيرفوريتنج ارتريز او 3 والرابع هو نفسه شخصيا. البرانشز اللي ينطيها فوق هو الميديال فيمورال سيركونفلكس واللاترال فيمورال سيركونفلكس، اثنيناتهم يطول الميديال كومبارتمنت فد شويه برانشات صغيره، وراها يروحون يساركون بالكروشيت انستموسز. اوكي، بالكروشيت انستموسز اللي اخذناه بالمحاضره السابقه، فيمورال ولاترال ما اريد ادوخكم بيها وناخذها هوايه. عندنا بعد الفور بيرفوريتنج ارتريز هي برانشز من البروفندا فيمورس، اربع والرابع هو كونتينيويشن مال البروفندا فيمورس، قلناها ارتريز هاي تروح باكورد وتخترق العضلات تمام وتغذي لك العضلات البوستيرير، بالإضافة إلى ذلك تطي برانشات العضلات الميديال تمام، وتنتهي من خلال أنه تسوي أنستموسز وحدة ويا الثانية، وإضافة إلى ذلك تسوي أنستموسز ويا الانفيريور جلوتيال أرتري والسيركونفلكس فيمورال أرتري أبوف and muscular branches of gluteal artery below. يعني شنو؟ يعني هذا التوضيح مع الحكي اللي دا يقوله. طبعا احنا يا سلايد وصلنا 50. اوكي، شوف لي انا ذني البرفوريتنج ارتريز راح يدخلني طلعا بوستيريرلي، يسوون انستموسز وحده ويا الثانيه، ويسوون الفوق يسوون انستموسز ويا الميديال سيركونفلكس ويا الانفيريور جلوتيال ارتري، اما الجوا يسوون شو اسمه ارتيكلي او هم يعني انستموسز ويا من ويا الماسكولار ارتري مالت البوبليتيال. اوكي، فهذني هن هم انهن فد مساهمه بالميديال كومبارتمنت. هسه منو عندي بعد؟ عند الاوبتريتر ارتري، الاوبتريتر ارتري باوع لهذا الكومن ايليك، انقسم الى اكسترنال نزل، اكسترنال صار فيمورال والطاكل في البروفندا فيمورس هذا عرفناه، يبقى عندك الانترنال ايليك، الانترنال ايليك راح يعطيك ارتري صغير اسمه شنو؟ اسمه اوبتريتر ارتري، هذا يعطيك اوبتريتر ارتري، الاوبتريتر ارتري هاي الاوبتريتر فورامن يفوت من عندها ويدخل الى داخل شنو الميديال كومبارتمنت ويغذي لك الميديال كومبارتمنت اوف ذا ثاي من عضلات وغيرها. باسس فورورد اون ذا لاترال سايد اوف ذا بيلفيس، وراها يدخل ويا الاوبتريتر نيرف بالاوبتريتر كانال. اوكي، ذا انترينج ذا ميديال فيشال كومبارتمنت ينقسم الى ميديال ولاترال برانشز، ويغذي لك طبعا ماسكولار وارتيكولار برانشز ينطيك وغيرها. يعني للتبسيط هذا مو فد ارتري بس تعرف المصدر مالته من يدخل ومن يطب للثاي من خلال الاوبتريتر كانال من اسمه. عفوا، البروفندا فيمورس فين نفس الشيء يشبه الارتري بكل شيء ما يحتاج نعيده، الاوبتريتر فين نفس الشيء يشبه الارتري بكل محتوياته ما نريد نعيده. اوكي، النيرف سبلاي مالتك قلنا احنا الميديال كومبارتمنت من يغذيها؟ كلها يغذيها الاوبتريتر نيرف. الاوبتريتر نيرف راح تقول لي منين يجي؟ اقول لك باوع يجي من L2 L3 L4. احنا مو قلنا هذا الفيمورال نيرف؟ هذا شنو؟ 1 2 3، هذا الاصغر من عنده، هذا اسمه اوبتريتر نيرف. بيجي يطلع منين؟ من الفيمورال او العفو الاوبتريتر كانال، ويجيك على الميديال كومبارتمنت يغذيها. اوكي، ينقسم الى ايضا انتيرير وبوستيرير ديفيجن، والانتيرير ديفيجن راح يعطيك ماسكولار برانشز المن للجراسيلس والادكتر بريفز والادكتر لونجس والبكتينيوس، وارتيكولار برانشز يعطيك وسكن يعطيك كوتينوس للميديال كومبارتمنت. اما البوستيرير فيعطيك ماسكولار المن للي بقت اللي هي الادكتر ماجنس، مرات الادكتر بريفس اذا ما كانت هي مغذيتها هاي الفوق،
زين، ويطلع من الابدكتر هايتس يعطيك ارتكيولر برانشز للني جوينت. يعني المقصد من تقرون هسه النيرف سبلاي هذا راح يصير عليك صعب. انت شو تحفظ؟ تحفظ ان الاوبتريتر نير راح يغذي لك ذن المسلز، اضافه الى ذلك الى كوتينوس انرفيشن والى ارتكيولر انرفيشن. لا تحفظ كل واحد شيء يغذي، كل واحد شيء يغذي يعني كل ديفيجن شيء يغذي عضله، هذا زايد. اجي هسه المند البوستيرير كومبارتمنت، ان شاء الله هانت ما بقى شيء على هاي المحاضره. البوستيرير كومبارتمنت، العضلات الموجوده بالبوستيرير كومبارتمنت هن اربعه، زين، او هن اربعه ونص حتى نكون صريحين. الاولى هي البايسبس فيمورس، البايسبس بها راسين فاعتبرتها عضلتين اني، اوكي، قدام عندك كوادريسبس، بينما من ورا عندك شنو؟ عندك بايسبس. هاي هي البايسبس، تمام، هذا وهذا تو هيدز، هذا وهذا صاير جوا، اوكي. وعندك السيمي تندينوسس والسيمي ممبرينوسس، هذني هن حلوات، سيمي تندينوسس سيمي ممبرينوسس. وعندك شنو؟ النص، هو النص مال الادكتر ماغنس اللي هو الهامسترينج بورشن، فصار عندك 2 3 4 ونص اذا اعتبرت البايسبس عضلتين، طبعا هن عضلتين راسيه. البايسبس فيمورس بي تو هيدز، لونج هيد وشورت هيد. تعال لي على اللونج هيد، باع لي اللونج هيد منين يطلع؟ يطلع من السكيل تيوبروسيتي، اوكي، وينزل وين؟ بالفيبيولا. والشورت هيد يطلع لك منين؟ من البوستيرير بورشن اوف ذا ثاي، او يطلع من اللينيا اسبيرا طبعا، زين، اوف ذا فيمر، ويتحدن سوية ويدخلون اثنيناتهم وين؟ يدخلون وراء اثنيناتهم بالهيد اوف ذا فيبيولا، بعظمه الفيبيولا لاترالي. لاحظ لي منين تطلع وتدخل؟ لاترالي بالفيبيولا. هاي شنو؟ البايسبس شخصيا، الرؤوس اثنيناتهم، هذا وهذا الجوا، اوكي، البايسبس. من يغذيها؟ طبعا يغذيها شو اسمه اللونج هيد، يغذي لك اياه تيبيال بورشن اوف سياتيك نيرف، والشورت هيد يغذي الفيبيولر بورشن اوف سياتيك نيرف. مثل ما قلت لكم السياتيك نيرف هو اثنين يمشن سوا، نيرفين او بورشنين، واحد اسمه تيبيال كومبوننت واحد اسمه فيبيولر كومبوننت. فالوحيد كلهم يتغذن من شنو؟ من التيبيال بورشن اوف سياتيك، عدا الشورت هيد مالت البايسبس يتغذى من الفيبيولر بورشن اوف سياتيك، تمام. بس انت مبدئيا كشيء عام فهن كلهن يغذن بواسطه شنو؟ السياتيك نيرف كلهن، بس هذا استثناء بسيط اذا تريد تطب تفاصيل فتقول ما عدا الشورت هيد مال بايسبس فيمورس يغذي الفيبيولر بورشن اوف سياتيك نيرف، بينما الباقيات تيبيال بورشن اوف سياتيك نيرف، اوكي. شو تسوي لك هسه هاي؟ انت بالمنطق من تجر لك هاي صايره هي ورا، طبعا الخط هذا خط الاستواء مالت المفصل مثل ما وضحناه، وهي صايره ورا، فمن الجر راح اسوي لك شنو؟ فليكشن بالليج، اسوي لك فليكشن ات ذا ني جوينت. اضافه الى ذلك باعتبارها هي عبر هاي المفصل اللونج هيد يساهم انه يسوي شنو؟ يسوي لك اكستنشن ات ذا هيب جوينت، اوكي؟ زين، خلصت هاي من البايسبس. الاوريجن عرفنا، اللونج هيد يطلع من السكيل تيوبرستي، والشورت هيد تطلع منين؟ يطلع من اللينيا اسبيرا، ويدخل لنا اثنيناتهم وين؟ بالهيد اوف ذا فيبيولا، والانرفيشن مالتهم عرفنا السياتيك نيرف. السيمي تندينوسس والسيمي ممبرينوسس. السيمي تندينوسس هو وينه؟ هذا، هاي العضله اسمها شنو؟ اسمها سيمي تندينوسس، هاي، تمام؟ ليش؟ لان نصها تندن فيصيحوا لها سيمي تندينوسس، اوكي؟ باوع لياها هاي. اسمها شنو؟ اسمها سيمي تندينوسس. والجواها من تشيل السيمي تندينوسس هاي اللي هسه انا قصيتها، تمام؟ هاي هذا التندن مالتها الرفيع. من اشيلها ايش راح تطلع للسيمي ممبرينوسس؟ فاذا من هاي الجهه الميديال صار عندي هم عضلتين، واحده اسمها سيمي تندينوسس واحده سيمي ممبرينوسس. يعني من هاي الجهه منو عندي؟ اللونج هيد والشورت هيد مال بايسبس، وميديالي منو عندي؟ يعني لاترالي ذني، وميديالي منو؟ السيمي تندينوسس اللي فوق، وجواها السيمي ممبرينوسس. السيمي تندينوسس منين تطلع؟ باع لياهن كلهن اسكيل تيوبروسيتي للتسهيل، كلهن اسكيل تيوبروسيتي، تمام. وين تدخل السيمي تندينوسس؟ تدخل باعتبارها ميديالي، فالميديال اكو تيبيا، ومدام اكو تيبيا فهي وين تدخل؟ تدخل بالميديال سيرفيس اوف ذا تيبيا، اوكي. شو تسوي؟ تسوي لك فليكشن، واضح ان كل ان فلكسر مالت الني جوينت ذني. والسيمي ممبرينوسس هم تطلع من سكيل تيوبرستي، تدخل ميديال كوندال اوف ذا تيبيا، هم اسوي لك شنو؟ اسوي لك فليكشن، زين. الادكشر ماجنس هم من سكيل تيوبرستي، تدخل بالادكتر تيوبركل اوف ذا فيمر، يعني ما تعبر المفصل هذا، فايش تسوي لك؟ تسوي لك بس اكستنشن للهب، اوكي. فاجي لك اياها هنا حتى يصير واضحات. باوع لي هذا اللونج هيد يجي لي لاترال يدخل هنا، وهذا الشورت هيد يدخل هنا بالهيد اوف ذا فيبيولا. هاي السيمي تندينوسس، باوع لي اياها تندنها طويل، سيمي تندينوسس، اوكي. جواها منو؟ السيمي ممبرينوسس، اثنيناتهم يدخلون بالتيبيا. بينما عندك هنا شنو؟ هنا الادكتر با، او العفو
الهامسترينج بارت اوف ادكتر ماجنس وين تدخل؟ تدخل هنا بالفيمر ما تعبر، فهاي نستثنيها انه ما تسوي شنو فليكشن بالني جوينت الادكتر ماجنس، وانما شو تسوي؟ تسوي لك ادكشن، اوكي من اسمها ادكشن زين. واضافه الى ذلك الجزء الهامسترينج مالتها شو يسوي؟ قلنا يسوي اكستنشن للهب، بينما بقيه العضلات اللي اخذناها ما دام تعبر الني جوينت فهي كلها تسوي لك شنو؟ تسوي لك فليكشن ات ذا ني جوينت، واضح؟ زين. اكو وظائف اضافيه لهاي العضلات؟ نعم، باعتبار هاي العضلات جاي لها ترضيفه من تقلص من العفو رجلك هي اصلا فليكست مسوي بيها فليكشن، من رجلك هي اصلا مسوي بيها فليكشن وتريد تفرها هيك ميديالي، تمام؟ منو راح تسحب؟ راح تسحب لك العضلات الموجوده بالميديال سايد اللي هي منو؟ اللي هي سمي ممبرانوسس وسمي تندونوسس، بينما ذا هي اصلا فليكس وتريد توديها لاترالي يعني هيجي، تمام؟ تريد تودي الليج لاترالي، فمنو يسحب لك من هاي الجهه اللاترال؟ يسحب لك البايسبس فيمورس حسب اتجاهاتها. يعني البايسبس فيمورس لاترالي فسوي لك لاترال روتيشن، هاي اذا تردوني يعني تقرون هذا البارت زين. البايسبس تسوي لك شنو؟ تسوي لك lateral rotation of the leg، والسيمبرونوسس والسيمي تندونوسس تسوي لك medial rotation of the leg at the knee joint، واضح؟ زين، وكلهم طبعا يسوون extension للثاي لأن كلهم طالعات من الاسكيل تيوبروستي وعبرات مفصل الثاي، فواضح شباب شوية العضلات يراد لهم حفظ بس بالتكرار راح تحفظون، يعني الحل الوحيد لهم هو التكرار. تصفن منا عندك عضلتين منا عضلتين، كل عضلة تعرف الاوريجن والانسرشن مالتها والانرفيشن والفانكشن. العضلات متشابهة تقريبا، البايسبس فوق فعرفنا شنو يغذيها، يعني الاشتراكات الاسكيل تيوبروستي طالعات منهن كلهن، كلهن اللي عبرات الاسكيل تيوبروستي يسوي لك اكستنشن بالشنو؟ بالثاي، كلهن يسوي لك شنو؟ فليكشن بالني، اوكي هاي الاشياء الاساسية اللي عندك، واضح؟ ان شاء الله واضح. البوستيرير كومبارتمنت نسميها الهامسترينج، يعني هي البوستيرير كومبارتمنت مال الثاي كله نسميها هامسترينج. الهامسترينج متكون من البايسبس، تمام؟ هاي هنا دا يوضح لك اللونج هيد يغذي التيبيال والشورت هيد يغذي الكمان بيرونيال، هذا عرفناه. الادكتر ماجنس همينا بيها تو انرفيشن اللي هو الادكتر بارت اوبتريتر والهامسترينج بارت تيبيال بارت اوف سياتيك. السمي ممبرينوسس يقول لك يم الانسرشن مالتها السمي ممبرينوسس راح تتحول الى شنو؟ الى ممبرين شبير، تمام؟ هذا الممبرين راح ينطي فد غشاء للني جوينت نسميه ني كابسول، اوكي؟ واحد من ذني الاغشية اللي راح ينطيها هو شنو؟ هو الاوبليك بوبليتيال ليجمنت اللي هو هذا الاوبليك بوبليتيال ليجمنت، هذا يعتبر اكستنشن من التندن مالت من مالت السمي ممبرينوسس مسل، اوكي؟ زين، بس هاي الاشياء اللي راد اوضحها هنا. البلد سبلاي مالت البوستيريور كومبارتمنت فهي البروفيرفوريتنج برانشز مالت البروفندا فيمورس نفسهن البرفوريتنج برانشز، والنيرف سبلاي مالتك هو السياتيك نيرفي اللي يغذي لك كل شيء، اوكي؟ طبعا السياتيك نيرف يقول لك يكون بالجلوتيال ريجن ينزل بالميد لاين، زين. البايسبس فيمورس راح تغطيها والسميتن ممبرينوسس راح يغطيها، زين، ويكون على الميديال بورشن اوف الدكتور ماجنس، هنا على اللاترال بورشن عفوا اوف الدكتور ماجنس اللي راح يغذيها. لازم نعرف العضلات اللي تغذيها، فهو اللونج هيد مال بايسبس فيمورس، اوكي زين، يعبر من فوقها. It ends in the lower third of the thigh. باللور ثيرد اوف ذا ثاي راح ينقسم الى تيبيال اند كمان بيرونيال، هذا التيبيال وهذا الكمان بيرونيال برانشز. السياتيك نيرف مرات ينقسم هنا مرات ينقسم هنا، فمو ثابت مكان الانقسام مالته الى جزئيه، اوكي. الكمان بيرونيال بارت يغذي لك شنو؟ يغذي لك بس الشورت هيد اوف بايسبس هنا، بينما التيبيال بارت راح يغذي لك كل شيء موجود بالبوستيرير ثاي. هاي ملاحظات قلناها استونا دي عيدها. خلصنا الاناتومي، هسه راح اجي شنو على الاشياء السريريه اللي لها علاقه بالتشريح. اول شغله عندك انت ثلاث جروبات من الفينز باللور لمب، سوبرفيشال جروب اللي هو الجريت والسمول سافنس فين والتريبيوتريز مالتهم، تمام؟ كل واحد لازم تعرف منين يطب ومنين يطلع، ولا تنسى انه الجريت سافنس فين نسوي له فد شيء اسمه فينس كت داون بهذا المكان، اوكي؟ نسوي له فينس كت داون فوق الميديال ماليولس اللي هي عفوا يعني بس ابدا اوضح لكم اياها، خلي اطلع رجلي. زين؟ شوف يا شباب هاي الميديال ماليولس مال الرجل، هاي هي هنا هذا صار الفين هذا، تمام؟ هذا الفين، فهنا يسوي له فينس كت داون ويطببون كانيولا، اوكي؟ هاي ما ننساها. الديب فينز يقول لك الديب فينز شو تسوي؟
توصل لك ما بين السوبرفيشال توصل بيها اوكي، وعندك البيرفوريتنج فينز، فهن ثلاث جروبات. البيرفوريتنج هي اكثر وحده ديب، تمام. البيرفوريتنج تكون عفوا البيرفوريتنج صار ما بين السوبرفيشال والديب، توصل ما بين السوبرفيشال فين للديب فين، قلنا لكم عليها بنشنه ده نشرح عن الجريت سافنس فين. زين، يقول لك الجريت سافنس فين يستخدمون بالكورونري باي باس سيرجري. يعني شنو؟ يعني عمليه تبديل شرايين القلب، عمليه القلب المفتوح اللي يبدلون بها شرايين القلب. زين، يقول لي شنو وظيفه الجريت سافنس فين؟ يروحون ياخذون جزء منه، زين، ياخذون من عنده جزء، زين، يزرعوه بمكان فد ارتري كورونري ارتري من شرايين القلب. اوكي، يقول لك البيشنت اللي عنده اثيروسكليروسيس، يعني عنده انسداد بالشرايين القلب بسبب الدهون وهاي السوالف، الديزيز سيجمنت راح يشيلوه ويخلون جرافت زرع. البورشن هذا الجرافت او الزرع يجيبوه منين؟ يجيبوه من الجريت سافنس فين. اوكي، يخلوه طبعا بالعكس على مود ما يصير الفالف يعني يمنع دخول الدم، وانما يمنع خروج الدم. زين، هالمره يعني يقلبوه بالعكس ويخلوه. تقول لي راح زين، والجزء اللي شلناه من الفين شلون راح يصير التواصل بيناتهم؟ يصير التواصل من خلال بيرفوريتنج. يعني انت هالشكل عندك هذا الفين، تمام، زين، هالشكل انت شلت هذا الجزء، شلت هذا الجزء، راح شلون يصير التواصل بين هذا الجزء وهذا الجزء؟ البيرفوريتنج من هنا يطب الدم يصعد بالديب ويرجع بالسوبرفيشال، او حتى لو مو شرط يرجع بالسوبرفيشال، المهم يطب للديب، وهذا ما يطب للديب ويصعد الدم، فما راح يلقى طريق مسدود، لان اكو بيرفوريتنج ارتريز. اوكي، وايضا يستخدمون مرات الجريت سافنس فين على مود شنو؟ على مود اذا كان عندك الفيمورال ارتري بمشكله، همين يقصون جزء من عنده ويجيبون الجريت سافنس فين يزرعوه بمكانه. فالجريت سافنس فين له اهميه بالشنو؟ بالاز جرافت، بالزرع، ان كورونري ارتري ديزيزز اند فيمورال ارتري ديزيزز. اوكي، زين، الفيمورال فين كاثترايزيشن شلون؟ مرات يسوون قسطره من الفيمورال فين. شلون يسوون هذا الشيء؟ طبعا تجي حتى السؤال المهم اللي يهمك منها. طبعا الكاثترايزيشن ممكن يسووها على مود شنو؟ على مود يطون فد، يعني يوصلون الفد لارج شو اسمه، يعني انلت الى داخل السيركوليشن. زين، يعني تريد تدخل دم واشياء هوايه، فتقدر تستخدم الفيمورال فين وتخليه له شنو؟ تخليه له كانيولا او كاثيتر تخليه، تمام. شلون؟ تجي تسوي بالبيشن فيمورال بولس، راح تحسه بالميد انجواينال بوينت، تجي شويه ميديال اله بتو فينجر بريث، صبعين، راح توصل شنو؟ توصل للفيمورال فين، وتقدر تدخل هناك النيدل مالتك وتشتغل. الفيمورال ارتري كاثترايزيشن مرات يدخلون بالفيمورال ارتري، ليش؟ على مود مثلا ان يطببون قسطره الى القلب فور اكزامبل، فيستخدمون الفيمورال ارتري. اوكي، شنو الفيمورال ارتري؟ سهل يندلوه، بس هم ما يندلوه هيك يعني بلايندلي، وانما يجيبون هذا الفلوروسكوب يطلع لهم الارتري، يطبون بالش اسمه مالتهم النيدل، وبعدين يصعدون اكسترنال ايليك ابدومينال ايورتا لحد ما يوصلون للشنو؟ للليفت فنتريكل، او المكان اللي يردون يسووا له شنو؟ باي باس. اوكي، فهاي استخدامات اللور ليمب ارتريز اند فينز. الفيمورال شيث والفيمورال هيرنيا هاي حكيت لكم اياها كلها. الفكره انه الفيمورال كانال طبعا يكون مور كومن بالفيميل اكثر من الميل. الفيمورال كانال اللي هي صار الميديال كومبارتمنت اوف ذا فيمورال شيث تبقى فارغه، مرات يدخل بيها شنو؟ الهيرنيال ساك يسموها، كيس الهيرنيا وكيس الفتق، يدخل الى داخل هاي المنطقه ويطلع منين؟ من السافينس اوبننج، تمام. طبعا المكان مالت الفتحه اللي يطلع من عندها هذا الهيرنيا هنا، بينما مرات اكو هيرنيا هنا تصير. فشنو اللي يميز لك البيوبيك تيوبركل؟ اذا ميديال الها فهاي الهيرنيا انجواينال هيرنيا يصح لها، بينما اذا جواها يصح لها فيمورال هيرنيا. هذا التوضيح، بعد اكو طرق هواي يميزون بها الهيرنياز، طبعا هاي طريقه اوليه. زين، يقول لك مرات النيك مالت الهيرنيال ساك، النيك مالت الهيرنيال ساك اللي هي وينها هاي تكون ضيقه، ليش؟ بسبب وجود اللاكنر ليجمنت وغيرها، فمضيقه النيك. فممكن شيء يصير هذا الشيء يمنع انه هذا الستركتشر يرجع المكان الطبيعي. اذا المريض يريد يرجعه بايده ما يقدر يرجعه بايده، ليش؟ لان مسدود منه او صاير ضيق. ممكن هذا التضيق قلنا شيء يسوي سترانجليشن، احتقان، وممكن يؤدي لك الى شنو؟ الى نيكروسيس. اوكي، ويصير عندك سترانجليتد هيرنيا. الفيمورال هيرنيا از دانجرس كونديشن، دائما تتعالج جراحيا. ليش؟
دانجرس لانه ممكن يصير سترانجليشن بسهوله. ليش؟ لان الفتحه ضيقه مالت الفيمورا مالت الفيمورال كانال. شنو مثلا اشياء غير الفيمورال هيرنيا تكون قد بسوي تورم بهذا المكان؟ انجواينال هيرنيا ممكن التورم مالتها قريب على الفيمورال هيرنيا وما تميزه. انجواينال ليمف نود انلارجمنت، احنا ما اخذنا ليمف نود ممكن يصير بها انلارجمنت التهاب. السافنس فين الجراي سافنس فين ممكن صاير بي فاريسز بالجدار مالت دايليتيشن اوكي وطالع صاير كنه هيرنيا. فيمورال ارتري انيوريزم، الانيوريزم شنو يعني؟ يعني انتفاخ بالارتري يصير بالجدار مالت الارتري او السوس شيث بيرسا او السوس تيوبركلوس ابسس، عضله السوس يصير بها ابسس. الابسس هو تجمع من شنو؟ من الجراحه بداخل العضله يصير. فكلها قد تسوي تورمات بهاي المنطقه تكون مشابهه للفيمورال هيرني، بس طبعا اكو بها طرق تميز. مثلا هذا التورم اذا كان دا ينبض معناها ارتري، مو صحيح؟ اذا كان لونه ازرق معناها شنو؟ معناها احتمال يعني سافنس فين فاريسز، تمام؟ الليمف نود انلارجمنت فاكيد اكو التهاب بمكان قريب. فالفكره يتميز، بس القصد اذا انت بس دت بها صوره وتشوف التورم تقول هذا احتمال فيمورال هيرنيا او احتمال، تخلي ذن الاحتمالات ببالك. يعتبر ديفرنشال دايجنوستس، تشخيصات متنوعه. زين الادكتر مسل اند سيريبرال بالسي، حتى اوضح لكم اياها. السيريبرال بالسي فت حاله تصير عند الاطفال زين من دي يجون للدنيا، يقل عندهم الاكسجين اثناء الولاده، فالدماغ مالتهم تصير به مشاكل اثناء الولاده بسبب نقص الاكسجين. الى عوامل هواي، هذا مسببات هواي. فذول الاشخاص قد تشوف عندهم حالات معينه مثل بعضهم طبعا، يعني طبعا جل احترامنا لكل هاي الاحتياجات الخاصه اللي يصير عند الناس، بس احنا من الضروري ان نمثلها حتى نعرفها، اللي هي هاي الحركه. شايفين مرات اكو اطفال هيك يمشون زين رجلاتهم ملمومه للداخل ويمشون قوه، هاي حاله مرضيه هي اسمها سيريبرال بالسي. شباب سيريبرال بالسي قلنا شنو اسبابها؟ واحد من اسبابها هو نقص الاكسجين اثناء عمليه الولاده للطفل، فتصير عنده مشكله بالدماغ وتبقى طول العمر، فيصير عنده سبازم. سبازم يعني تقلص بعضلاته الادكتورز. فشي يسوون حتى يحلون هاي الموضوع يقدر يمشي الانسان بصوره شويه افضل؟ يقصوا له العضلات الادكتور لونجس والادكتور بريفس، تمام؟ يقصوها تينوتومي، يسوون تينوتومي يعني شنو؟ يعني يقصون التندن مالت الادكتور لونجس اوكي، او يسوون شنو؟ يسوون ديفيجن الاوبتريتر نيرف، يقسمون الاوبتريتر نيرف ويقصون اجزاء من عنده على مود شنو؟ عمد يقص، يقللون هالسباستيسيتي والمريض يقدر يمشي بطريقه افضل. فهاي هيك فد معلومه ايضا اضافيه. لهنا انا خلصت المحاضره. المحاضره صراحه غنيه بالمعلومات، اكو اماكن مشيت بيها بسرعه، اعذروني يعني عليها، بس اريد الحق اكمل لكم الماده باسرع وقت ممكن، بس حاول ان شاء الله نغطي اللي نقدر عليه. المحاضرات صراحه تستوعب ان تكون ثلاث محاضرات مو محاضرتين، اذا نريد ناخذ راحتنا بالشرح ونحكي كل شيء، بس حاولنا ناخذ على قدر الموجود بالملزمه ما نطلع عنه. زين والاشياء المهمه بالملزمه نركز عليها، واتمنى لكم كل التوفيق يا رب. شكرا جزيلا. بس قبل ما اختم، حتى ما يخرب واهزكم وتشوفون كميه الماده كبيره، المحاضره الجايه كلش قصيره، يعني حتى تكون يكون ببالكم هذا الشيء. شكرا جزيلا.